من الأكلات الجميلة والسهلة وما بتاخدش وقت. البتنجان، مسقعة البتنجان باللحمة المفرومة، جميل وطعمه خطير. اللي يحب يجرب الوصفة دي يخش يشوف ويعمل متابعة ويفعل الجرس، وأقول لكم بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، صباح الخير على كل مشاهديني وكل متابعيني. أقول بحييكم وأقول لكم صباح الخير. النهاردة هنعمل مسقعة. النهاردة رغم النهاردة الدنيا بتشتي عندنا في اسكندرية، بس المفروض كنت عملت عدس، بس عشان عندي بتنجان جايباه للمسقعة. ده 2 كيلو بتنجان. عشان تعملي مسقعة لازم تجيبي كمية، عشان بنرصها فوق بعض بين اللحمة. هقشرها وبحطها في دقيق بعد ما الأول بملحها وبقشر كده، بقطع الحتة دي كلها ملهاش لازمة. بقشر اهي كده سريع سريع كده، تمام. انا بحب اقشرها كلها يعني قليلة، ما بسيب فيها حتت سمرة. الجلد هي الجلد بيمسكها كده بس قليل اللي ما بسيب فيها كده. تمام كده، لو عايزة تشيلي دي كده اشيلها. بيتعمل بالعصاج بيبقى تحفة قوي، وجبنة موتزاريلا. والله ما طلعتها من الفريزر، هطلعها دلوقتي وخرطها كده خرط رفيعة مش تخينة قوي. تمام اهو، حلو الكلام. ارجع لكم تاني بقى، خلص الكمية وارجع لكم تاني. انا هنا بعمل العصاج. العصاج حط عليه سمنة ومعلقة زيت، تمام. حطيته على النار الواطية عشان تستوى البصلة كويس. عندي لحمة اهي، ولحمة معصجة قديمة شايلها في الفريزر، لما تستوى هحطها. بدل ما هحط عليها بقى على اللحمة مية هحط صلصة، تمام. وهنا البتنجان بعد ما قشرته كله نقلته في حاجة اكبر وحطيت عليه ملح. تشوفوني ازاي وانا بعمله، ببدره زي السمك عشان يطلع لونه جميل. واسوي بقى هنا شويه وارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش. هنا انا خلصت العصاج، حطيت عليه الصلصه وركنته على جنب. والبتنجان انا ببدره بالدقيق، حطيت صينيه كبيره عشان افرد عليها البتنجان لما يطلع عشان ينزل بورا. الزيت بيسخن، هنزل البتنجان هو المبدر كده. بسم الله، الطريقة دي كده. بس شوية مش هحمره قوي، اخليه وسط للون الجميل. الدقيق بيخلي لونه جميل جدا. عايزه اطول عليكم الفيديو، اما يطلع هبقى اوريه لكم. انا هنا قليت البتنجان بالطريقه دي، بس اللون ده يطلع ذهبي، لازم يطلع ذهبي. برص هنا البتنجان في البايركس على قد ما اقدر، يعني ما اخليش فراغات كده عشان انا هحط لحمه وعندي جبنه شيدر مش موتزاريلا. شيدر اهو،
هحط كده طبقات تمام، هنزل عليهم برضو ايه جبنة شيدر. هنا في ملح وفلفل اسود وايه تاني وتومة تمام، عشان انا حطيت حاجات بسيطة على العصاق. ارجع تاني ارص في الاخر خالص، احط الطماطم اللي هي مش مسبكاها، ما يبقاش كلها تسبيكة بقى، لان البتنجان طبعا بيشرب زيت. انت ما بتحطيش بقى خالص هنا اي حاجة، لا سمنة ولا زيت، كفاية كده. تمام كده، ما هيطلعوا 3 طبقات. ممكن تعملي في برمة فخار، بتبقى جميلة، بس تكون يعني الكمية على قد البرمة. هنزل عليها العصاق وارجع تاني اعملها واحط سامحوني معلش عشان انا تعبانة، فانا بعمل الحاجة وانا تعبانة معلش. جبنة الشيدر تمام، احط بقى رص وارجع لكم تاني بعد ما اخلص. تمام، انا رصيت كده يعتبر 4 طبقات، مش عايزه ارفعها فوق عشان تمام كده. احط الطماطم اقلبها عشان تتقل ده. تقلي البتنجان يبقى ذهبي، يبقى لونه جميل كده. دخلها بقى الفرن، ايه رأيكم في الجمال ده؟ هدخلها الفرن بقى. ودي كانت وصفتنا النهاردة، المسقعة الجميلة اللذيذة وسهلة جدا، اتمنى تجربوها، صراحة جميلة وطعمها بيبقى خطير. انا مكنتش من الناس اللي ما كلهاش، بس لما جربتها مرة لقيتها تحفة بصراحة. اتمنى تعملوها واتمنى يعجبكم الفيديو، ولو كان عجبكم تعملوا مشاركة وتفعلوا الجرس يجيلكم كل جديد. واقول لكم الى اللقاء في قناة ماما سوسو، وباي باي.